في الحصة متاعنا اليوم. اللاعب الدولي السابق محمود الغربي كان البارح أعلن من خلال تدوينة فيسبوكية اعتزاله نهائيا لعبة كرة اليد. على كل موجود معنا بالتليفون محمود. محمود أهلا بيك. ما مش معنا محمود، نحاول نعود نتصلوا به من جديد. محمود الغربي لاعب المنتخب الوطني التونسي السابق في كرة اليد، دونك كما قلت أعلن اعتزاله يوم أمس نهائيا كرة اليد بعد مسيرة طويلة في الترجي، كذلك في فرنسا مع نادي نونت، واحد من أفضل الفرق الفرنسية، كيف في البطولات الخليجية في قطر بالتحديد. مسيرة كبيرة باش نحكيو عليها أكثر مع محمود الغربي، باش يكون معنا بالتليفون. موجود معنا بالتليفون محمود، أهلا بيك. عالسلامة عالسلامة. شنو أحوالك خويا، شنو الأمور؟ والله الحمد لله. الحمد لله. عالسلامة بيك وسادة المستمعين الناس الكل، إن شاء الله لبس علينا الناس الكل. إن شاء الله. دونك محمود، البارح كنت أعلنت اعتزالك تقريبا ساعة، ليش اخترت الطريقة هذه من خلال تقريبا تدوينة فيسبوكية؟ والله لقيتها حكاية بسيطة. كل حيتها ما حسبتهاش، كانت طريقة دائرة ليا وقت اللي حسيت روحي ما نظمش نعطي بكريس وما نظمش نلعب باسمي ولا باسم المنتخب الوطني التونسي ولا باسم الترجي الوطني التونسي، دونك وقت ما حسيت روحي ما عادش نجم نقدم الإضافة خيرت الانسحاب. مسيرة تقريبا 20 عام، علاش اليوم حسيت روحك معناها ما عادش نجم تزيد؟ تحس اللي فيزيكمون بدل ما عادش يجاوب ولا شنو بالضبط؟ لا لاباس علينا الحمد لله، بدلين لاباس علينا. مي الكريز اللي صار بتاع كورونا واللي كونترا ما كانش لي مانجير واللي كونترا وفلوس ما تكونش فرضت عليا، فهمتي الواقع انا جي بريفير ما ندخلش في بلاتفيرم حتى بشر، جي بريفير يكون انسحب ونخرج ونشوف كل حبة الناس اللي ريتها على الفيسبوك. ما تقدرش ما عندكش فكرة شو حسيت البارح بالكومنتير والعباد اللي كلمتني وبعد كل شيء، فرحة نحمد ربي الحمد لله بعد ربي سبحانه. شكرات تونس، شكرات الاسبيرونس، شكرات تو موند اللي عاونوني. مي حاجة معناتها ما تنجمش تعيشها في حتى موقف آخر. 20 عام هوند محمود، شنو يبقى لك منهم؟ شنو يبقى يقعد منهم؟ محبة الناس. ظهر لي مش كان بيبليك اسبيرونس ما محمود، انت ظهر لي الناس كل تحب كنت تحترمك. انا لعبت بدرابو تونس، لعبت كانت مرحلة في حياتي التكوينية بتاعي كانت في الترجي التونسي وسميتهم بالاسم، والناس الكل تعرف ان ضد الاسبيرونس وعمري ما لعبت كان في تونس كان في الاسبيرونس. بعديك سيجرات المنتخب الوطني التونسي كمل اثرني وصرف علي فلوس، هو اللي هزني الاحتراف بخيت تحت المضيف على فرنسا وهبطت الهوست ستار جيم في فرنسا سيجرات المنتخب الوطني. دونك كي لعبنا الناس الكل لعبنا بريون ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني التونسي، دونك نشرفوا الناس الكل في تونس كاملة معنا الجيل فيها جيل تلعب كتبشنال فيها المكشخ فيها اللي يحب الطوال فيها اللي يحب الكلوب فيها اللي يحب القروان فيها الناس كل يلموا الناس كل، دونك شتان سبور كولكتيف دونك كيزي بتاعنا جروب بيه بستعمل ريزلتات بيه. ما كانش فيهم امكانية تكمل المسيرة متاعك متلاجي كما بديتها محمود؟ ما عادش نحب مونتالمون ما عادش نحب، نحب نخير ندخل في باج تطوير الهوند بال وفي على الرقم مش على الرقم بالنسبه لي انا. نحب اخترت فهمتي قريت في تونس دونك فهمتي نحب نعمل نحب نعيش تجربه اخرى. ولا هاني جايك شنو باش تكون التجربه الاخرى، لكن قبل هذا 20 سنه هوند شنو يقعد منهم محمود؟ حاجات الباهيه اللي يقعدوا ما يتنساوش، اهم لحظات عشتهم في مسيرتك. والله العظيم والله صادق معك 100% والله ورد خويا محبة الناس، والله ما عندك فكرة شو حسيت لي كومونتير اللي صار البارح. عمري موقف معناتها عمري ما عشته في حياتي، خاطر ما تنجمش تعيشه كل يوم، ما تنجمش تشوفه كل يوم، تشوفه ممكن بعد 20 سنة ولا حاجة. محبة الناس
بغير تعليق بغير تعليق في توجع. وكرويا محمود في مسيرتك البطولات اللي خفتهم مع المنتخب، البطولات الافريقيه بطولات عالميه والى ما نديك، شنو مهم اللحظات والتتويجات؟ اهم كوب افريقيا مصر 2010 مع المنتخب الوطني التونسي. علاش هذيك بالذات؟ خاطر من مصر خاطر ما صارتش قبل تربح مصر في مصر، وصلنا سيرت ماما كان لعبت عندها ذاكره كان نلعب باربع جوارات كبيرة كنت رسيس اي وروح روح وقليب وقلينتا شيء هذاك اقوى تيتر هديته في حياتي، واكثر تيتر خسرته في حياتي هو فينال كوب دوروب مع هاسبيسيل. وبالنسبة مع الاندية النهائي كرة الدوري ابطال اوروبا هكا دو فوا دو فوا خسرت فينال كوب دوروب دو فوا ما كانش عندي فرصه باش نهز وما حبيتني نلقى اول يوم. راضي محمود على المسيره هذه؟ على الاخر انا على الاخر راضي بيان سور راضي بيان سور راضي 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 كي نشوف محبه الناس كي نشوف مسيتني على الاخر بحق راهو كي تشوف قعدت على تونس من 2010 ولعبت مزيد تذكر محمود ولعبت مزيد جستمو ملي خرجت ما رجعتش انت من البطوله التونسيه. ما اخذت ما بدلش انا انا ما بدلش انا نحب نعيش معاه انا ما بدلش باش ما اللي يدفع اكثر انا معاه لا انا نحب نعيش معاه. شنو معناها؟ معناتها ما ندخلش في حكايه فلوس برشا، معناتها ما نخليش المانجير هو يحكم فيا انا نحكم في المانجير نتاعي، دونك ما ندخلش برشا في حكايه الفلوس. دونك انا قناعاتي لازم نكون مرتاح في الجمعيه هذيك والا لا. وصلوك معناها حسب ما فهمت عروض اخرى من تونس ما حبيتش تمشي لجمعيات اخرى؟ اكيد اكيد يعني حتى كي بطلت حتى كي بطلت توا بعد الكورونا تحترف في تونس بعد الكوب داراب اللي عملته مع الترجي التونسي اللي هو سلاف بري كانزو. حبيت نعمل باكونت في تونس وبعد كده صارت كورونا وبعد كده في الكونتات تاعي فما شكون كلمني فما واحد حاجه ما نرتاحش فيها ما نعملهاش ما نعملهاش ما نعملهاش ماهيش كيسيون فلوس ماهيش تربط فلوس حتى ترى والحمد لله ربي سبحانه رضاك بالدين وتجربة تونس والاسبيرونس جمهور الاسبيرونس اللي عاوني بالكلمه الباهيه من قاعدة ماتريال للرئيس الفرق نشكر الناس الكل. من الكليب وصلك الاوفر؟ ايش هيك ضحكت هكا نحب ناخذ منك المعلومه خاطر. ما وصلني سيم وصلني كلمني رئيس الفرع كلمني رئيس الفرع سني على الجوالات لعبوا معايا في نوت قعدت وراي قاعد نحكي لك شنو اللي صار بالضبط قعدت وراي قلت له تخش يا راهو الجوال هذاك ما تنجمش تخلفه خاطر يخص بالغرور ما تنجمش تخلفه تعرف الدينار طايح وقتها ما تنجمش تشري بالغرور. سي تخو شيخ بيلعب في كليب ناسيونال دو اسباني سالني قال لي شنو وقت حاب زيد الغرور سالني قال لي شنو علاقتك مع حاب زيد قلت له كل احترام ديجا ما نعرفوش لبرا من التيران لعب نديرو شخصين عمري بريد. كي شاد الكليب ناسيونال انا ما لعبتش معاه. قال لي قبلك انت الفكره موجوده قلت له منجم نكون كان ما تنجمش تكون كان ودي سبيرونس ما نجمش نكون اي محمود احتراف اليوم الو شنو انا انسان انا انسان جنسي في ديال مكشخ في الدم معناها ما نجمش نكون انا حتى مع عيلتي حتى في لونتراج نتاعي يخرج شبيك متخلف ولا شبيك منين اللي يحب يعطي 100% تنجمش تعطي حاجه 100% كي ما تولي الحاجه هذيك تحبها وتعيشها باش تعطي 100% لازم تعيشها وتحبها هذيك فبتي هاو بس مريول هاو كان يكون في الجمعية الفنية وهبط في الجمعية الفنية بعد خمسة دقائق ولا يبوس في مريول لكن في قضية انا ما نحبوش وما نحبوش وما عشتوش ما نحبش نعيش فوالا وين اي وين الوجهة محمود؟ الوجهة اصحابي واحبابي انور عياد وسهلي بن عزيزة اي فهمت هذيك هو كيف نشوفوا حياتنا مع بعضنا وكيفاش نشوفوا دنيتنا مع بعضنا وكيف ننافسوا باش نكملوا المسيره نتاعنا مع بعض. ما فهمتش معناها باش تعملوا ستاف مع بعضكم وشنو؟
لأن بعيد كل البعد على الكورة. بروجي هكا كورة في تونس هاي هكا كنت بدومينة بدومينة بعيد على السياحة. أنا مش على السياحة على مش مشوف الثانية دي معناها باش تطلق الكورة نهائيا محمود نهائيا نهائيا ما نجموش نشوفوك لا مدرب لا مسؤول لا معاش مانجير ممكن 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 نجم نكون في حالة واحدة أي. في حالة واحدة أنه يكون مانيش سالاري ما سمعتكش ما نجمش يكون أنا نمشي نخدم كوليستيروز والكوليستيروز تعطيني شهرية وقتها نمشي تعطيني الشهرية أنا نمشي نخدم غير شهرية كوليستيروز وقتها نمشي أنا باش تعطيني بوست وسالاري نكون فيها أنا ما نمشي أنا نجتهد ومن قلبي حاجة من قلبي نعملها حاجة من قلبي كوليستيروز عطتني برشا ما نجمش نخص عليها اليوم حتى معناها تشوفوا روحك مدرب في التراجي كهو وبلاش فلوس لا 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 من من لا لا مدرب في مبا نعمل البرمي دي قالوا لي يجي اعمل نقول يجي خوذها قالوا لي ما حبيتش ما ندخلش فيها دونك نزل نكون مانجير نزل نكون كابتن نشوف الكوار باهي نجيبوا ليسبيرونس فما كان ندور هكا تصدي بالغرام بالعين كيف فما جوار باهي ولا لا نجم هكاك اما ما نجمش نكون لا اونتونور ولا لا حد شيء واسقف هذا اوكي خدش لجاء هو سبور كل في تونس تعب والناس كل تعب معناتها حتى اللي بيجي طايح والناس كل قاعدة سون فاتيكي كان محمود ما نعرفش من كلامك نحس فما حاجة هي اللي خليك تعتزل اليوم بار اللي قلت لي نحس ما عادش نجم نعطي حس صارت مشكلة صارت حاجة هكا خليتك هي تاخذ ديسيزيون هذا ولا ايه ولا غلط لا انت صحافي بيان سور الفوكاسيون نتاعك تصورها ما عادش فما رجال ما عادش فما رجال تلعب على المريول ما عادش فما رجال تلعب على الروح جرينتا كنشوف خويا العزيز كنشوف البريميت تاع الفريق ناسيونال راك تدوخ تعطيك سكوب انا نسبتلك انت ماك صحفي تحب على السكوب اي اعطيني تيماجين انت جوار برو هبطك من فرنسا تعطيه ارجون سبورس 50 دينار بار جور يا رسول الله 10 اولويات معناها نبقى بيتورو يعني معناتها وبعديك تحاسبوا انت كيفاش مش تحاسبوا تقول هذاك كيف تصرف الامكانيات معناتها هو باش يجي مخلي كونترا ب 50 مليون يورو في الشهر يجي يهبط لك يلعب لك على 50 دينار بار جور معناتها وبعديك تقول له ازم حط صدرك وحط ركبتك ومقسم روحك تنجم واخذ مراه عارف وعنده بنت وعنده عائلته وعنده يتحاسب دوك حتى الامكانيات اللي بعد الثوره كل الامكانيات كل تحت صريح نحكي هذا يربح هذاك اللي باش نحكي في الواقع خاطر يسمو يتصلح يا ما محمود كومي منتخب فما حاجات اهم من الفلوس ولا بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور هذيك اسمها كيعيش مليك ماهيش زريقة زرقها المحبة نتاع تونس والمحبة نتاع الكلوب نتاعك اللي عشت فيه وتربيت فيه ماهيش زريقة زرقها تمام اللي كتعيش منين في الصغير يعني عندك كلب ولا ما عندكش كلب ناس تعيش اللحظة وما تنجمش تعيش اللحظة كيما جوار سالت ماما عندنا في اكزامبل جوار يكون في جمعية صغيرة ترشق به على الاخر يتحط في جمعية كبيرة ينقاش روحه ما ينجمش يتولد في سوربريسيون فهمت به كيفاش تشوف محمود اليوم الهونت في تونس الوضعية خاصة نتاع المنتخب الخايبة الأخيرة اللي كانت المنتخب التونسي كيفاش تشوف؟ نشوفها كما أنا نشوفها إيه ما غير نفاق مش منافق نحن حكمنا في أفريقيا 10 سنين تونس حكمت في أفريقيا 10 سنين توا إذا كان ما يخفوش الهونت بعد في تونس ويأثروا وبالشيخ باش تعمل بروجي تصرف عليه باش تاخذ ريزولتا راهي المنتخب المصري ياك تشوف فيه الوضع نتاعو في الاولمبيك ولا تشوف فيه كيفاش هبط هربوا بينا برشا محمود اي بابا الدوكتور نتاعو هاك تشوف الكاليتي نتاعهم هاك تشوف الستاف هاك تشوف الامكانيات اللي تحدد دونك تصور كيما حكومه نحن 10 سنين تصور رايي الشخصي بالطبيعه أنا من 10 سنين القدامين المنتخب المصري. خاصة الملاعبية نتاعو أغلبها مش باين معناها.
شبان جينيراسيون اخرى خلت جونيور نتاعهم فيناليست اي وي كادي كيف كيف بالضبط عباد صرفت عباد خطت دي بروجي تاعهم الانتخابات تاع الفيدراسيون ما قاعدين تعرفوا عليها تحكي لي على منتخبنا على الجواريزه البودجي نتاع الفيدراسيون تشوف لي قديم تاع شنو تحكي انا هو بروجي معناتها بجوجي يحب على السلطه يحب على البوار وحكايه فارغه كل واحد كيما تونس كامل كل واحد مصلحته باش ياخذ بوار باش ياخذ بوست هذيك العباد نحكي لك دون لوسونج الجواريات يكلموني صحابي بحكي كل شيء يقول لك نجي نحب نعمل نحب نعدي وما نجمش نعدي جوار كي نحكي معاه انا تو يقول لك نحب نعدي انا جاي باش نعدي وما نجمش نعدي شنو يرجع هذا الامكانيات شنو بالضبط؟ امكانيات وانانيه يتاجروا عباد التاجر باسم تونس وباسم الموقع اللي هو فيه رئيس جامعه ولا نائب رئيس جامعه ولا واحد كما خدم اللي قبله كما هذوما صحاب مصالح ما يخدملكش على كما حتى كي عملنا ريزلتا نحن باش نكون صريح مانيش نبيعك ولا شيء سيكراس بعد ربي سبحانه هو بن علي اللي هو زين عابد بن علي اللي هو صرف على السبور في تونس خاطر هذيك ايماج تاع تونس معناها بجي درابهم تاع تونس باش تطلع درابهم درابهم تاع تونس باش تطلع باش تمثل تونس كامله باش تبدل السياحه والاقتصاد باش تبدل السبور باش الناس الكل مش الناس الكل تعرف تونس في العالم اما انت هو خد السبور باش يعرف هاك شوف في قطر قديس في نقطه قطر ولاد بن عروس قطر شوف الانفستيسمون اللي عملته قطر باش يعرفوها الناس باش تخدم لك السياحه باش تخدم لك الاقتصاد باش تخدم لك الكل ما عادش محمود ما عطيتش ليكزامبل الباهي معناتها ما عطيتش ليكزامبل الباهي في نتاع في المثال اللي حطيته صرف على سبور ماهوش هو صرف من جهه او سرق من جهه لكن موضوع كبير هذا اهتمام الدوله سياسه الدوله كبيره اكيد لا قلت صحيحه خاطر انا نعرف وعشت الشنو الامكانيات الشنو تو الماتش تو ما جيت متوجه تلقى الشيك نتاعك موجود حبيبي غير واقع اما العباد تحب تكذب وتحب تدخلها في السياسه بعد كل شيء هذيك امور ومش كلامي انا حاجه عشتها من 2005 اول مره لبست بريول كيما سنتينيور في 2005 تعبت بنته وواحد من الشيكات كلها تحط وشنو تحبكم وامكانيات الوزير يهبط وشنو وزيره المراه تهبط والامكانيات تاع الدوله كل تحطت باش تنجح الكومبيتيسيون هذيك هذا واقع وعشته و 2006 كيف بعطينا طياره بريفي وعمل امكانيات كل تحطت دونك هذا واقع حتى واحد من الجديد ولا يكذب هذا واقع من السياسه بركة دونك هذا واقع كما تحقق تقال اذا تعيشها توجع فيهم توجع فيهم هذيك امور اما هذا واقع واضح يعطيك الصحه محمود يعيشك شكرا لك ويعيشك يا بابا وان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ربي معاك في الخدمه نتاعك ونشكر الناس كل اللي قاعد تسمع فينا وان شاء الله فينا خير ان شاء الله وانت زاده بالتوفيق ليك ان شاء الله تونس ديما ان شاء الله وانت زاده بالتوفيق ليك هذا محمود ومنين باش تكون اكيد محتاجوك ندعوك انك تراجع شويه الديسيزيون نتاعك انك تبعد كومبليتمون خاطر محتاجين الملاعبيه اللي عندهم اكسبيرينس كبيره كيف كنتي محمود الغربي مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى الخمسه نتاع العشيه الاخبار وبعد رجعين اكسبريس